مدحونها جمهورية فدرالك الصومالية مدن حسن شيخ محمود يوفده قامين يوايا عاو وحي كدقين عاصمة دالك قدر اي دوحا سفر كان يا مدحونها وحا كوهي لي رئيس الوزارة كوحيقين كأهنا وزير الدارمها دبدع مرو فوزي يوسف حاجادن وزير كمالية محمود حسن سليمان وزير دولها مدح تويدا مدن فارح شيخ عبد القادر تليها نبسوكدا أحمد معلم فقي يقدوميها قبل كبنادر محمد نور ترزن وعنا قرون كديار ده عالمي دالكا سي قدر دوحا كوسو دوويي وزير دولة حكومة دا قدر الشيخ عبد الرحمن بن سعود آل الثاني يصفر كسفارة دا صوماليا دا دالكا سي أوفادي صوماليا مدن عمر الشيخ علي إدريس مدحوينها يا وحو كالي عسومد رسمي اها ميركا قدر الشيخ حمد بن خليفة وحونا كلما لقادن دونا مدح دا دالكا سي قدر سافر مدحوينها يا لغودا إن ومدور عشاها وقاتو إنتو جوغو دالكا سي قدر فيدو محمود فيدو تيفيق قرنكا صوماليا.